هكذا يكون هذا الفريق على مستوى مباريات الكؤوس، وبالتالي فريق صعب تماما اذا ما تمكن من التسجيل. هنا 3 على 4 محاولة المرور، الانطلاقة من جانب امجد الحارثي في السرعة في المهارة وركلة جزاء. الحكم يقول لا، الان يعود القرار باحتساب ركلة جزاء، والمفاجأة الاولى التي تسعد جمهور السيب من خلال هذه المباراة عبر الدقيقة 6 من عمر الشوط المباراة الأول، ركلة جزاء لصالح السيب. المشاغبة التي كانت من جانب أمجد الحارثي في كرة في تصوري لربما كانت ميتة، كان بالإمكان السيطرة على الكرة من جانب باسل الرواحي، لكن خروج غير موفق تماما من جانب بلال البلوشي، والتدخل الذي أعطى الأفضلية للسيب. لحظة مع الكرة، باسل تأخر وجلال قام بالتعثر. الركلة الأولى والكرة الأولى هي لصالح السيب. هدف بطعم السكر والحليب، هدف بطعم السكر والحليب. الله يا السيب، الله يا السيب، تقدم السيب، عبر السيب بالهدف الأول من خلال هذه المباراة. مروان تعيب يتقدم بالسيب، يعبر بهدف بطعم السكر والحليب، حطها في يمين واخذ الحارس بشمال. هكذا يكون التقدم الأول بالنسبة للسيب من خلال هذه المباراة، وبالتالي هل يفتح ظفر نتيجة هذه المباراة، خصوصا إذا ما ذهب إلى لحظات متأخرة. هنا المحاولة لا للمفاجآت في حضرة الزعيم، في حضرة الزعيم تختفي المفاجآت عبر الهداف عدي خضر المنتدب من أجل هذا الموسم. هكذا ينجح في العبور، ينجح في المرور، وإعطاء أجمل ظهور للزعيم من خلال الربع الساعة الأولى التي لم تمضي من عمر شوط المباراة الأول. ينجح الزعيم هكذا في العودة بنتيجة المباراة، العودة في تعديل نتيجة هذا اللقاء. مباراة لا يعترف فيها الزعيم بالمفاجآت. الله على كرة، على رأسية قوية، على كرة مفاجئة. هكذا يعبر الزعيم، هكذا يمر الزعيم برأسية عدي خضر هداف الفريق الذي يصل إلى هذا الموسم إلى الهدف 6 إلى حد الآن. نشاهد ونتابع أمامية مرسلة، المحاولة الهدف الثاني لصالح الزعيم قاسم سعيد. نعم، يأتي بالخبر السعيد لصالح الزعيم والعشاق والأنصار. نعم، وانقلبت الطاولة على السيب، وانقلبت الطاولة على السيب في ظل الفرحة الكبيرة بالتأكيد للشيخ علي الرواس رئيس نادي ظفار. الكرة الرائعة الخاطفة في ظل غفوة كبيرة من جانب دفاع للسيب من خلال الكرة الماضية. لاحظ مع الرأسية التي وجهت وصوبت، ونتابع 81 دقيقة من اللعب. مشاهدينا متابعينا الكرام، 9 دقائق الوقت المتبقي، 9 دقائق الوقت الذي يعلن أنه لا مفاجآت من جانب السيب في الدور 16، بينما كانت المفاجأة الكبرى بإخراج النصر في الدور 32. السيب والتقدم، السيب والمرور، السيب والعبور، فريق المفاجآت لا يسكتون أبدا. الإمبراطور يتقدم، الإمبراطور يعود. الله على السيب، الله على السيب، هدف بطعم السكر والحليب، هدف بطعم جميل، لكنه مر على ظفار، مر على ظفار بالتأكيد. الله على الفريق الذي لا يعرف اليأس والخسارة، لا يعرفون اليأس، فريق المفاجآت
نعم هكذا غيروها من الإمبراطور للمفاجات. نعم هو فريق المفاجات. يمنى قوية تدخلت، يمنى قوية تعبر شباك ظفار، هكذا تأتي من جانب السيب. أمجد الحارثي من أزعج بركلة الجزاء هكذا ينصفه مرة أخرى. هذه المباراة الآن نذهب إلى الأشواط الإضافية، هل ينجح من خلال السيب بتحقيق المفاجأة أم أن ظفار يعود للتقدم؟ محاولة هنا، التقدم هنا، المحاولة الزعامة تعرف أبوابها، الزعامة تعرف أبوابها، وعتي خضر أحد أبواب الزعامة. هكذا ينجح الزعيم في التقدم مرة أخرى هنا بنتيجة المباراة، وتقدم الزعيم هكذا وتقدم الزعيم. نعم عتي خضر من أسعدهم كثيرا ينصفهم أخيرا هنا بالتقدم. هكذا الصورة التي لا تسعد عشاق السيب لكنها تسعد عشاق ظفار، تسعد عشاق ظفار. ظفار يتقدم من خلال الدقيقة الأولى من الوقت المضاف بنتيجة 3-2. لاحظ مع الكرة التي كان فيها دربة أمام المرمى، عدي خضر لا يسامح في هذا المكان، لا يسامح بتاتا في هذا المكان. كرة دربك كانت لدفاع السيب، ينجح من خلال عدي خضر في لدغ مرمى السيب بأنه فريق صعب للأمانة يستحق الاحترام والتقدير، لكنه واجه صعوبة غير طبيعية. ظفار الذي لا زال يتمنع هنا الكرة والمحاولة لصالح السيب، التقدم عبد السلام، سوري إبراهيم، الهدف الثالث، الهدف الثالث لصالح السيب. مباراة مفاجآت، أحداث، مناورات، كل ذلك موجود من خلال هذه المباراة. توقع كل شيء من السيب، توقع كل شيء من السيب. ماذا يحدث في استاد السيب؟ التعديل من سور إبراهيم، هكذا الكرة التي تأتي روضها بالصدر وودع في اليسار لتعلن عن العبور والتقدم. أي إصرار، أي رغبة، أي طموح، أي جموح، أي سيب هذا الذي لا زال يقف هكذا في وجه طموحات الزعيم. مروان تعيب الآن في مواجهة جلال البلوشي أو بلال البلوشي، وللمحاولة الهدف الأول، الركلة الأولى من سجل في مناسبتين، هل تكون الثالثة في هذه المباراة؟ عدي خضر والهدف الأول، تضيع، تضيع على ظفر، تضيع الركلة الأولى على ظفر الذي يعبر بالكرة الثانية. نشاهد ونتابع في الركلة الثانية لسيب، الكرة تضيع، الكرة تضيع على السيب، يطيح بها محمد رمضان جان فرانسيس. الآن على تنفيذ الكرة الثانية لظفر والهدف الثاني، الهدف الثاني من جانب هيثم المحرمي، هيثم ينفذ كرته في المرمى، الهدف الثالث بالنسبة للسيب. عبد الله فواز الآن على تنفيذ الكرة هنا، المحاولة، الهدف الثاني، الهدف الثاني، إلى الهدف الرابع له في خلال هذه المباراة. نشاهد نتابع الآن والمحاولة، نعم الهدف الرابع للسيب. محمد المسلم الآن يصوب الكرة الرابعة، نعم الهدف الثالث. هذه يذهب للتقدم الآن سوري إبراهيم، والتصدي من بلال، التصدي من بلال، آخر من أسعدهم، آخر من يزعجهم، لم يسجل بتاتا. هل يسجل الكرة الأغلى إلى الدور الثمانية؟ زعيم، ماذا حدث يا زعيم؟ ماذا حدث في مباراة ترفض أن تنتهي، مباراة ترفض أن تنقضي، مباراة تلفظ إلى حد الآن. هنا الآن لصالح سعود الفارسي، يتقدم في تنفيذ الكرة، ينجح في التسجيل،
يقرب في السيب الآن مع سعيد الفارسي. هل هو المشهد الأخير؟ هل هو المشهد الأخير؟ أي جنون ماذا يفعلون؟ أي جنون ماذا يفعلون؟ هؤلاء من يخرجون الكبار، من يخرجون الكبار. الله يا سيب، الله يا سكر حليب. نعم يعبر السيب، يعبر الكبير، يعبر المثير، يعبر الخطير. السيب إلى دور الثمانية، السيب إلى دور الثمانية.